معنى الوحي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الحديث المتفق عليه من طريق أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة وتشميت العاطس. وفي رواية لمسلم: حق المسلم من جملة ذلك، وإذا استنصحك فانصح له، وهي رواية عند الإمام مسلم. ماذا نستفيد من هذا الحديث؟ أولا، كلمة الحق الواردة في الحديث أيها الإخوة هي أعم من أن تكون فرضا أو سنة، فقد تكون فرضا وقد تكون سنة، هذا أمر. الأمر الآخر، هذه الخمس أيها الإخوة ليست مذكورة على سبيل الحصر أبدا، فهناك مثلا نصرة المظلوم وإطعام الجائع، وهذه لم ترد في الحديث. الحديث ذكر هذه الخمس. أولا، رد السلام. ورد السلام واجب، والابتداء به سنة، والمرء يؤجر على الاثنين، عندما يبدأ بالسلام وعندما يقوم بالرد على السلام. الأمر الثاني أيها الإخوة، الأمر الثاني بعد رد السلام، عيادة المريض، وهو أدب عظيم وعلاقة في التواصل بين الناس. لكن هناك آداب: ألا نطيل الجلوس، وأن ندعو له بالشفاء، وأن نزرع الأمل بنفسه. الأمر الثالث أيها الإخوة، اتباع الجنائز، وهو أيضا خلق رائع مهم، وهذا لا يفعل من أجل أهل الميت، وإنما هو حق حتى لو لم يكن له قريب. الأمر الرابع، إجابة الدعوة، لأن إجابتها تزرع المحبة وتزرع المودة والتواصل ما لم يكن هناك محظور. إذا كان هناك محظور فلا نقترب. ربما يكون هناك اختلاط بين الرجال والنساء على سبيل المثال، فهنا الحضور هنا سيكون معصيا. الأمر الخامس أيها الإخوة، تشميت العاطس، عندما يقول الواحد الجالس والحمد لله وتسمعه أنت تقول له: يهديكم الله ويصلح بالكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والحمد لله رب العالمين. وحي.